السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح المقدمة في منهج الكيمياء. هنلاقي ان عندنا رقم واحد تصور الفلاسفة القدماء بقيادة العالم ديموقراطس. هنلاقي ان تصورهم للذرة كانوا بيقولوا ان اي مادة يمكن تجزئتها الى مواد ابسط منها حتى نصل الى مواد غير قابلة للتجزئة، اطلق عليها اسم الذرة او الاتوم اللي هو اللا تجزئة باللاتينية. يعني هم قالوا ان اي مادة يمكن تجزئتها، يعني لو جبنا اي مادة لو مسكناها نقدر نجزئ لحد ما هنوصل لمواد صغيرة جدا ما نقدرش اننا نجزئها، سموا المواد دي الذرة. وطبعا الذرة لا ترى بالعين المجردة. بعد تصور الفلاسفة القدماء جه تصور ارسطو، وارسطو رفض فكرة الذرة. طب قال ايه ارسطو؟ اعتقد ان كل المواد تتكون من اربع مكونات فقط. ايه هي الاربع مكونات؟ قالك ماء هواء تراب نار. وقال انه يمكن تحويل المواد الرخيصة الى مواد نفيسة، يعني ممكن نحول الحديد الى ذهب بتغيير نسب المكونات الاربعة. وتصور ارسطو دوت تسبب في شلل تطور علم الكيمياء لأكثر من 1000 عام بسبب انشغال علماء الكيمياء في ذلك الوقت بكيفية تحويل المواد الرخيصة إلى مواد نفيسة. بعد أرسطو جه تصور بويل، وبويل رفض فكر وتصور أرسطو ووضع أول تعريف للعنصر. قال بويل عن العنصر، قال إن العنصر هو مادة نقية بسيطة لا يمكن تحليلها الى ابسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة. وبكده تكون خلصت المقدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.